بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وبعد، أيها الإخوة الأكارم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع هذا الوباء عن العالم كله، وأن يشفي وأن يعافي جميع المرضى، وأن يرفعهم إلى العافية، ويمسح عليهم بيمينه الشافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله تعالى أن يفرج في القريب العاجل، حتى يعود المصلون إلى صلاة الجمعة في القريب العاجل، وقد جلل الله العالم كله بثوب العافية. اليوم أيها الإخوة، في هذه العجالة، في كلمة يوم الجمعة، في لقاء الجمعة، هناك أمور كثيرة في رأسي، لكن وأنا أطوف في آيات القرآن الكريم رأيتني أقف عند بعض آيات تكون زادا لنا في حياتنا، تكون بلسما لنا في هذه الدياجير، تكون نورا لنا في هذه الدياجير، تكون بلسما في هذه الآلام. هذه الآيات، كل آية من هذه الآيات يعني يصدق عليها أن تكون ورقة عمل لكل مشكلاتنا. اللهم صل على سيدنا رسول الله. هذه الآيات تصب في بحيرة واحدة اسمها التسليم لله عز وجل. ومرة كنت أتحدث في هذا الموضوع، لكن من زاوية أخرى، فهمس إلي بعض الكرام، قال لي: كأنك تدعو الناس إلى أن يكونوا سلبيين. ما معنى أن يسلم الإنسان أمره لله؟ يعني هل يعني أن يستسلم للواقع فلا يبحث عن علاج مثلا لهذا الوباء؟ هل يستسلم للواقع فلا يطور من شأنه وتجارته ورزقه؟ هل هذا يعني هل هذا من معاني التسليم لله؟ استغفر الله، ليس هذا هو المقصود أبدا في مسألة التسليم لأمر الله. ليس المقصود من التسليم لأمر الله عز وجل أن يكون الإنسان أو أن يكون المسلم سلبيا، أن يكون يعني مذعنا. لا، ينبغي أن الإنسان فيما يتعلق بالرزق، قال تعالى: فامشوا في مناكبها. فيما يتعلق بالعلاقة مع الله عز وجل، بعد أن تأخذ بالأسباب كلها، لكن الله عز وجل قدر لك ذلك حبا وكرامة وقرة عين، حتى لا تتشوف وحتى لا تنظر إلى الآخرين وتتألم. لأن بعض الناس عنده ملايين فيما يتعلق بالأمور الدنيوية وعينه على الآخرين، بل عنده مليارات وعينه على الآخرين. وسبحان الله، الإنسان أحيانا حظه من متاع الدنيا قليل، لكن عنده رضا وعنده سعادة وعنده إلى آخره. لذلك ما أريده بمعنى هذه الآيات التي سأدلف إليها الآن، أريد أن نسلم الأمر لله عز وجل تسليما قلبيا، بعد أن نستنفذ الأسباب كلها. تعالوا بنا نقرأ هذه الآيات. قال تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. ما معنى هذه الآية؟ كل منا يعتريه ما يعتريه من مشكلات، إن كانت اقتصادية، إن كانت نفسية، إن كانت أسرية، إن كانت اجتماعية، إن كانت يعني على حسب الدائرة، تتعلق بحيه، بمجتمعه، بأصدقائه، بعلاقاته، بأي شيء. كل واحد منا عنده من المشكلات الشيء الكثير. إذا تذكرت دائما أن هذه الأمور كلها إنما هي بتقدير العزيز العليم، إنما هي باطلاع الله العلي الكريم الذي تسجد له في صلواتك كل يوم. يعني كل واحد منا في الصلاة يسجد، يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده.
طيب أنا عندما أقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، هل هي فقط يعني تسبيحات بلساني، أم أعيش هذه الكلمة فعلا سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ الله أعلى وأجل وأعظم وأكبر مما أخاف وأحذر، هو مطلع على كل شيء، يرى ضيقك، يرى ألمك، يرى ما أنت فيه. أليس الله قادرا أن يفرج؟ بلى، الله قادر على كل شيء. وأنا ذكرت لكم غير مرة أن من الآيات القرآنية التي هي من مناط هذا الدين أن الله قال في آخر سورة الطلاق: ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فما دام العبد متصورا أن الله على كل شيء قدير بعد الأخذ بالأسباب، لا نترك الأسباب، وما دام العبد متصورا أن كل شيء بعلم الله، ما يحزن على شيء، يعني ما يتألم، ما يقول الله لا يرى هؤلاء الذين يكيدون لي، الله لا يرى هؤلاء الذين يظلمونني، الله لا، الله يرى. لكن الله لا يعجل لعجلة أحدكم، قال عليه الصلاة والسلام: ولكنكم تستعجلون. المقصود أن تعيش أنت أولا أيها الإنسان أيها المكلف، أن تعيش بسلام وتصالح مع نفسك ومع ربك. أخذت بالأسباب، قمت ما بواجباتك المطلوبة منك التي ندبك إليها الشارع الحكيم، ثم تترك الأمور لله عز وجل. لذلك لله الأمر من قبل ومن بعد، هذه الآية في سورة الروم. آية أخرى تصب في السياق نفسه، قال تعالى: قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هذه الآية أين؟ في أي سورة؟ في سورة آل عمران. وأنت تقرأها سبحان الله هذه تكون سلوى لك، يعني عندما تقرأ هذه الآية قل إن الأمر كله لله، تكون سلوى لك من كل الآلام وكل هذه المخاوف التي تعيشها. قل إن الأمر كله لله، مو يعني ليس جزء منه بسيط، لا الأمر كله لله. فلما كان الأمر كله لله، فلا تقول فلان هو اللي فعل هذا، لا تقول فلان، الله. أيها الإخوة، هذه الحالة التي أتحدث عنها صدقا هي أهم من أنه تذهب إلى طبيب نفسي أو تأخذ مهدئات. أو لما تعيش الحالة بحالة يعني عرفانية أنه فعلا الله عز وجل الأمر كله له، ف يعني في كلمة أنا أذكرها لبعض العارفين بالله، وفي لنا أخ كريم الله يرضى عليه اسمه نادر دائما يعني يرددها، لما كان يسأل كيف حالك كان يقول: ما رأيت من ربي إلا خيرا، أنا لا أشكو الله إلى عباده. يعني هذه الكلمات ليست نوع من يعني نوع من التصدير للخارج أو الاستهلاك المحلي، لا، هذه كلمات يعيشها الذي كانت علاقته مع الله عز وجل علاقة حب. يعني يقول: أنا ما رأيت من ربي إلا خير، الحمد لله أنا بخير، قللوا راتبي، في ناس ما عنده راتب، في ناس أنهوا خدماته، في ناس ضغوط عليها، في ناس مريضة، في ناس عندها ملايين لكن تريد أن تبذل هذه الملايين حتى تشفى من هذه الأمراض الخبيثة، في ناس كذا. سبحان الله، لما أنت تقرأ هذه القراءة الإيجابية، تقرأ هذه القراءة المتصالحة مع نفسك ومع ربك، تشعر حالك سعادة كبيرة كبيرة ورضا. لذلك الآية الأولى: لله الأمر من قبل ومن بعد. الآية الثانية: قل إن الأمر كله لله. الآية الثالثة سبحان الله، يعني كل حتى يعني قبل أن أنتقل إلى الآية الثالثة، الآية الثانية: قل إن الأمر كله لله. إعراب كل هنا هي توكيد معنوي، يعني في عندنا في اللغة العربية نوعان من التوكيد: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. بشكل سريع تقول: أخذت الطاولة نفسها، هذا توكيد معنوي.
أخذت الطاولة نفس هذا أنا أؤكد، أو أقول أخذت الطاولة عينها توكيد معنوي، أخذت الطاولة ذاتها، أخذت الطاولة كلها. فهذه من التوكيدات المعنوية، فالله عز وجل أكد لنا في هذه الآية التي أصلا هي توكيد، يعني قال تعالى إن، وإن من يعني تفيد التوكيد، قل إن الأمر كله لله، أكد المؤكد بتوكيد معنوي. والنوع الآخر من التوكيدات التوكيد يسمى التوكيد اللفظي، يعني تقول مثلا جاء الأستاذ الأستاذ، أو حي على الصلاة حي على الصلاة حي على، هذه يسمى في العربية التوكيد اللفظي. الآية هنا قل إن الأمر كله لله توكيد مؤكد من الله عز وجل أن الأمر كله لله، ولما كان الأمر كله لله ما كان ينبغي عليك أن تحزن، ما كان ينبغي عليك أن تخاف، لا تقلق. ذكرت لكم في درس يعني مرة عن تفريج الكروب أن صاحب كتاب القاضي التنوخي الفرج بعد الشدة يذكر أن حاكما ظالما اسمه نازوك كان يقتل الناس وكذا، في واحد من الذين حكم عليهم بالقتل قال له ماذا تريد قبل أن تموت؟ قال له أنا والله انتبهوا بدي لحمة راس برقاق يعني مخبوز، يعني الآن واحد بده يموت بده يقطعوا راسه، فقال له الذي يعني كان بجانبي قال له الآن يعني هذا وقت الآن، قال له فأخذ قشة وسقطت على الأرض، فقال له قال له أرأيت هذه المسافة بين سقوط هذه القشة على الأرض؟ هذه المسافة يخلق الله فيها 100,000 فرج، يعني الله عز وجل ما بتعرف أنا عم باكل أنا كذا، فعلا ما أتم طعامه إلا حصلت جلبة ودخل الناس وأخرجوا المساجين وقتل نازوك إلى آخره. الفرق أنك يكون عندك حسن ظن بالله عز وجل، وأنا دائما أذكر الآية فما ظنكم برب العالمين، فينبغي على الإنسان أن يكون ذا ظن حسن بالله عز وجل، الله سيكرم الله سيفرج، كيف ومتى بعد الأخذ بالأسباب لا نعرف، يعني أنت خلي قلبك ثقتك بالله. أنت إذا واحد يعني ولله المثل الأعلى كان من أصحاب المراكز والأماكن وكذا تثق فيه وتكتب له وكذا وإلى آخره، تقول هذا طيب هذا عبد فقير يعني إنسان ضعيف، فلماذا لا نثق بالله رب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ شو ظننا بالله؟ ظننا بالله ظن جميل، وظني فيك يا ربي جميل، فمنك الجود يعرف والسخاء، وظني فيك يا ربي جميل فمنك الجود يعرف والسخاء. إذن الآية الثانية قل إن الأمر كله لله. الآية الثالثة التي يعني تبين هذا المعنى الإيماني الرباني، قال تعالى في آخر سورة آخر آية في سورة الشورى ألا إلى الله تصير الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور يوم يقوم الناس لرب العالمين. نحن سنقف بين يدي الله عز وجل وسيسأل الله الناس كلهم على القطمير وعلى النقير، فلما كانت الأمور تصير إلى الله يعني وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. وأنا دائما أذكر لكم مثل لما أرى إنسانا مظلوما، في مثل عند أهل الشام مثل جميل يقول في محاسب لا تحاسب، الله موجود والأمور كلها ستصير إليه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فلما يكون عندك يقين بالله عز وجل أن الأمور كلها ستصير إليه، هذا يكون يعني راحة في قلبك، ما بتزعل. فلان عم يتآمر عليك بالعمل، عم يكتب إيميلات ويقول عنك كذا وكذا وكذا، لا تقول هذا بده يأخذ عملي، لن يأخذ أحد عملك إذا الله عز وجل قدر لك عمل آخر بمكان آخر أو أوقف رزقك في مكان هذا، ما يعني لا تقول فلان ليه حتى
تكون سليم الصدر، ما في شيء، كله بأمر الله. وإذا كان هناك ظلم الله عز وجل يعني سوف يحاسب الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. طيب، إذن ألا إلى الله تصير الأمور. الآية الأولى، أنا أريد أن نحفظ اليوم هذه الآيات، يعني نجعلها اليوم إن شاء الله. تقول سمعنا من أخينا فارس في مسجد الفاروق عمر بن الخطاب بدبي هذه الآيات. نحن عادة في خطبة الجمعة ودرس الجمعة، الآن نحن نقتصر على درس الجمعة، سائلين الله عز وجل أن يعود الناس وترجع خطبة الجمعة في القريب العاجل إن شاء الله تعالى. ذكر هذه الآيات اليوم، نفكر في هذه الآيات. الآية الأولى، أنا لا أراعي الترتيب في المصحف، لكن الآية الأولى: لله الأمر من قبل ومن بعد. سورة الروم: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذه الآية الأولى. الآية الثانية: قل إن الأمر كله لله. سورة آل عمران: قل إن الأمر كله لله. أنت لما تفكر الأمر كله لله فما تفكر، ما هذا يسحب من قلبك كل دواعي الألم. الآية الثالثة: ألا إلى الله تصير الأمور. الأمور كل مين؟ لوين بدها تروح؟ إلى الله عز وجل. لا تدبر لك أمرا فذا والتدبير هل كان. دائما أذكر هذه الأبيات، ونحن بأمس الحاجة إليها. سلم أمورك للإله العالم. الله عالم ولا معالم؟ عالم. سلم أمورك للإله العالم، وأرح فؤادك من جميع العالم، واعلم بأن الأمر ليس كما تشاء، بل ما يشاء الله أحكم حاكمي. يعني الله عز وجل كل شيء عنده بمقدار. إذن الآية الأولى: لله الأمر من قبل ومن بعد. الآية الثانية: قل إن الأمر كله لله. الآية الثالثة: ألا إلى الله تصير الأمور. الآية الرابعة: وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وإليه يرجع الأمر كله، كله يعني سبحان الله، آيات أنت تقرأها كلها يعني عبارة عن أيقونات للطمأنينة، أيقونات للشفاء، أيقونات لك في هذه يعني الأمواج المتلاطمة من الهموم والغموم والتفكيرات والآلام وكذا والاستحقاقات. يعني الناس تظن بك خيرا، وتعلم تقول هذا يعني نظن به أنه هذا بده يساعدنا وهذا كذا، تتألم أحيانا لأنك لا تستطيع أن تلبي الناس كلهم، لكن الله مطلع ويعلم سبحانه وتعالى. يعني الله مو شايف؟ الله شايف سبحانه وتعالى. فلا تحزن، لا تحزن، وإليه يرجع الأمر كله. الآية الخامسة: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. سورة ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه، لاحظوا ترجعون، نهاية الآية، آخر آية في سورة ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأنت لما يكون عندك هذا اليقين تحزن على شيء؟ لا. فلانة عم تتآمر عليك، فلانة تقدح في سمعتك، مطلوب منك أن تبيني، ولكن لا تحزني كثير، في الله، الله مطلع والله سيرى وسيكشف الغمة وكذا، حتى لا يقع الإنسان في مستنقع السفهاء، لأن مجابهة السفيه سفاهة، أما من كان مع الله عز وجل فهو مطمئن اطمئنان كبير أن الله سينصره. أيها الإخوة، صدقا يعني حدثني أكثر من شخص عن آلام، خاصة من خلال ما وسائل التواصل الاجتماعي التي فيها ما فيها من وجوه رائعة مشرقة إيجابية، وفيها أيضا يعني بعض الزوايا المظلمة والسوداء التي يعني من خلال حسابات حقيقية أو وهمية يساء فيها إلى الناس، يعني
طعن في كرامتهم وفي سمعتهم وإلى آخره. الإنسان أحيانا يتألم، لا تتألم، الله ولو بعد حين سيأتي إليك حقك، لكن خليك معه، كن مع الله ولا تبالي ونم خالي البالي. طيب، الآية السادسة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، كلها لاحظوا الأمر نتحدث عن الأمر، يعني حتى نفهم أن هذه الرسوم التي نراها هي ليست من تصرفات فلان وفلان كذا. الله مطلع هذا الأمر بتقدير العزيز العليم. أنا أتحدث يعني عن أحوال المؤمنين، لا علاقة لي بالفريق الآخر الذي لا يؤمن، هذا شأنه، لكن أتحدث مع أهل الإيمان، مع أهل لا إله إلا الله الذين يؤمنون بأن هناك إلها وأن هناك حسابا وأن هناك وقفة بين يدي الله عز وجل. الإنسان لما يكون عنده هذا الإيمان ما يحزن على شيء أبدا أصابه أو فاته من الدنيا. يعني لمح بالبصر، الله عز وجل مطلع ولا مطلع؟ مطلع. لو أراد الله عز وجل أن يغير شيئا بغيره يغيره، بتفكيرك أنت لا، بتقديرك أنت لا، وإنما بتقديره سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. الله 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 الله. إذن ينبغي على الإنسان أن يسلم أمره كله لله عز وجل، فلا يحزن على شيء مما فاته، بل يسلم أمره لله سبحانه وتعالى. الله. إذن وقفنا عند قوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أنت لما تفكر بهذه الآية، يعني أن الله في آية بسورة غافر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وفي سورة طه يعلم السر وأخفى. لاحظوا، نحن نتحدث عن أمر الله، قل إن الأمر إليه يرجع الأمر، ألا إلى الله تصير الأمور. طيب، يدبر الأمر هنا: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لاحظوا، لمح بالبصر ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. لما بتكون عندك هذه العقيدة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحزن على شيء، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحارب أحدا أو أن تحقد على أحد أو أن تظلم أحدا أبدا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو المطلع على كل شيء. فما كان لك لم يكن ليخطئك، وما كان لغيرك لم تكن لتدركه بحيلتك. اللهم صل على سيدنا رسول الله. وقد جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي الظن الحسن. إذن ينبغي أن نبني ظننا بالله عز وجل على أمرين: على طلاقة القدرة، أن الله على كل شيء قدير. الأمر الثاني على رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء، التي وسعت كل شيء. فهو الذي يرحمك بفضله، وهو الذي ينجيك برحمته، لكن خليك معه، كن مع الله. ما معنى كن مع الله؟ أنا أقصد كن مع الله، لا ليس المقصود أن أكون مع الله فقط لما بدي يكون عندي مصلحة أنا مع الله، لكن بالوقت نفسه الله قال لي مثلا: لا تفعل هذا، ما في مشكلة. الله قال لي هذا حرام، ما في مشكلة. لا ما في مشكلة. المقصود أيها الإخوة الأكارم أن أكون مع الله احتراما وإجلالا، التزاما بأوامره واجتنابا لنواهيه. أمرني أن أفعل كذا حبا وكرامة وقرة عين، ونهاني عن الأمر الفلاني أنتهي حبا وكرامة وسمعا وطاعة وقرة عين. قال لي لا تكذب، قال لي لا تغتاب، قال لي لا تتجسس، قال لي لا تقتل، قال لا 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 لا. يعني سبحان الله، سورة الحجرات كلها آداب
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إلى آخر، قرأوها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، يعني اللهم صل على سيدنا رسول الله، لا يسخر قوم من قوم. إذن كلها آيات لا لا لا. فلما تفكر بهذا المعنى، هذا المعنى أن تكون مع الله. دائما بدك تسافر تضع أمر الله عز وجل في سفرك، بدك تدخل في عملية تجارية أمر الله. لما تكون بهذه الحالة أنا أقول لك أنت سلمت الأمر لله وكنت على يقين بهذه الآيات التي أقرأها. أما إنسان أصلا هو لا يلتفت إلى الله ولا يؤمن بالله إلا عند نزول المصيبة من باب التجربة، يعني الآن جاءت هذه الجائحة التي أسأل الله أن يرفعها عن الناس في القريب العاجل، في ناس يعني كأنه ما في جائحة أصلا، يعني يخطط ناس رجعت إلى بيوتها وخافت، حتى واحد صار وخسائر بالمليارات في العالم وكذا، وكيف العالم خلال أشهر بسيطة. هذه كلها إشارات للإنسان أن يعيد حساباته. إذا كان عم يعيد حساباته الدنيوية يقول لك العالم بعد كورونا غير قبل كورونا، طيب لماذا لا نقول أيضا المؤمن مع الله قبل كورونا غير بعد كورونا؟ يعني لعلهم يرجعون، يعني إنسان واحد أنا أفكر هكذا أقرأ، لا علاقة لي بما بالأمور الثانية التي أقدرها وأحترمها، لكن كمان المؤمن ليش نخجل؟ يعني مرة قال لي يعني واحد قال لي هذا خطاب سطحي، الناس كذا الآن تفكر باللقاح وكذا ويأتي الواعظون، ما علاقة البحث عن اللقاح والأخذ بالأسباب والإجراءات الاحترازية أن يحفظ الإنسان نفسه من أي مرض ليس فقط هذا الوباء، ما علاقة هذا الأمر المطلوب والمفروض والذي يتركه يعتبر عاصيا، ما علاقة هذا الأمر بأن الإنسان يفكر وراجع حساباته مع الله عز وجل؟ أما أنا يعني أقرأ هذه الآيات قل إلا الأمر كله لله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وكذا إلى آخره، يدبر الأمر من السماء، قل إن الأمر كله لله، لله الأمر من قبل ومن بعد، طيب هذه كل آيات أقرأها، طيب ما بدي أفكر فعلا الأمر لله؟ إذن معناته ما فيه الآن نحن البشرية هو بأمر من الله. طيب هذا جانب الغيبي الإيماني اللي مطلوب مني أنا أقرأه حس فيه، ولا علاقة لقراءتي الإيمانية الربانية التي تتعلق بثقافتي، لا علاقة لهذه القراءة بمسألة البحث عن لقاح أو الإجراءات الاحترازية، لأن هناك أناس يلبسون على المؤمنين، يصير واحد المؤمن بيخجل بيقول لك أخي هلا بيتهمونا بالرجعية أنه نحن عم نحكي أنه بدنا نحسن حالنا، لا 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 تخجل هذا دينك، بالعكس تماما هم أهل الدنيا يتحدثون يقول لك العالم قبل كورونا مو مثل بعد كورونا، والمؤمن والإنسان بده يراجع مع الله عز وجل، هذه إشارات، هكذا نحن نعتقد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص، قال تعالى من الأموال، من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. المؤمن دائما يفكر أن الأمور كلها، أن الأمور كلها بتقدير العزيز العليم. اللهم يا حي ويا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عن العالم كله، يا رب يا رب، اشف وعاف جميع المرضى في العالم، ارفعهم إلى العافية وامسح عليهم بيمينك الشافية، يا رب العالمين يا رب العالمين. نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجلل العالم كله بثوب العافية وأن تفرج عن العالم كله، يا رب. اللهم احرس العالم كله بعينك التي لا تنام، يا حي ويا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء، يا رب. لا تدع مريضا في العالم كله إلا شفيته وعافيته. اللهم ارفع المرضى جميعا إلى العافية وامسح عليهم بيمينك الشافية، يا حي ويا قيوم، يا حي ويا قيوم، يا حي ويا قيوم، فرجا قريبا عاجلا غير آجل برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد العالمين.